لا تكذب، فإجاباتك الحقيقية سوف تظهر على هذه الشاشة. يعني بتشك فيا وبتصدق الشاشة؟ ما تتحرق الشاشة. ما هو عملك مستر طه؟ حضرتك أنا خريج معهد كمبيوتر سنتين، بس ما اشتغلتش بالمعهد، خدت شهادة من المعهد واشتغلت حاجة غير المعهد. ماذا يدور الآن في رأسك مستر طه؟ ما هو انطباعك على الشباب المصري مستر طه؟ مية مية، وشباب سعيدة جدا 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 جدا. لو مشيت حضرتك في الشارع بص في وش الشباب هتلاقيها سعيدة وفرحانة جدا. وما الذي يجعلهم سعداء؟ ولماذا لم يكونوا سعداء يا فندم؟ والحكومة وراهم في كل شيء. بصراحة الحكومة مش مخليهم عايزين حاجة الشباب، بدليل ان مفيش ولا شاب عاطل، كله شغال، كله شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات والحياة زبادة في الخلاط.